إيناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو حضرتك طيب. كل عام وحضرتك بخير. في حصل مشكلة كده ما بيني وما بين حماتي. هي. الأطفال الصغيرين في البيت بيتخانقوا مع بعض، فقلت لهم إيه ما تلعبوش مع بعض لأن أنتوا هتعملوا مشاكل ما بيننا ككبار يعني. فحماتي دعت عليا قالت لي إيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فدلوقتي الدعوة دي بتاعتها دي مستجابة. هم إيه؟ الاولاد دول اولادك واولاد حد تاني ولا اولادك انت بس؟ اولادي واولاد سلفتي يعني معايا في البيت. ماشي. فحضرتك اضاعت عليا فدلوقتي انا ما ظلمتهاش في حاجه ولا باثر معاها. هد اللعب بس يعني هو يعني خلاص يعني. هد نعم؟ اللعب هد اللعب شويه. عندك سؤال تاني؟ لا لا ما فيش حاجه يعني دلوقتي هي بتدعي لي. انا ما ظلمتهاش في حاجه. هد اللعب شويه. أنا بقول لك هدي اللعب شوية. ما زلت غاضبة ومحتدة. هدي اللعب شوية، هجاوبك دلوقتي حالا. الله يرضى عنا وعنك يا رب. الحاجة إحسان بتسألني يا أمي، الله يتقبل يا رب. بص يا أمي، ملخص موضوع 10% و2.5% عشان نبقى صراحة كده. إجماع أهل العلم في أقطار الأرض إن زكاة المال 2.5% عن المال وما نتج عنه. فيه رأي لبعض العلماء وظهر في العلماء المحدثين يعني في العصر الحديث، ويتزعم الفريق ده أستاذنا الدكتور علي جمعة والدكتور سعد الهلالي، خدوا بالرأي القائل إن المال يتقاس على الأرض ويطلع العشر يعني 10% من الأرباح، واعتبروا إن ده مال زي الأرض الزراعية مثلا. الأرض الزراعية لما بتطلع زرعة احنا بنطلعش على الارض، احنا بنطلع على الناتج. ده رايهم. انا كاحمد انا طويل بعلم، ما ينفعش احط نفسي جنب الدكتور علي جمعه، لكن انا بخالف الدكتور علي جمعه في هذه المساله. هو خد بالمساله بالراي ده، هو صاحب فتوى يعني، هو له ان يفتي وله ان يقول، له ان يقول. لكن احنا انا مش مرتاح لهذه الفتوى. انا مرتاح لفتوى ايه 2.5% على المال وعلى ما نتج عنه. ليه؟ لأنه ده مال أقيسه إزاي على الأرض الزراعية. لكن دي وجهة نظر، هم الدكتور علي والدكتور سعد دي وجهة نظرهم في المسألة، هم أحرار، فهم أصحاب فتوى وهم أصحاب علم، فلهم أن يقول في هذه المسألة، وإحنا لنا أن نقول ما نستريح إليه. فأنا أستريح 2.5%. السنة فاتت طلعت 10% على الأرباح، احسبي بقى زكاتك عن المبلغ كله كانت كام، وانت طلعتي 10% كام، وطلعي الباقي وعفى الله عنا وعنكم، ومفيش مشكلة ان شاء الله.